تحيي اليابان ذكرى مرور 69 عاما على إسقاط قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية، حيث توافد العديد قبل شروق الشمس لحرق البخور والصلاة على أرواح الآلاف الذين راحوا ضحية الهجوم أو نتيجة التعرض للإشعاع الناتج عن القنبلة. ودقت الأجراس مع حلول توقيت إسقاط القنبلة، ووقف المواطنون دقيقة من الصمت حدادا على الضحايا، وحضر المراسم التي أقيمت تحت هطول الأمطار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مذكرا العالم بأن اليابان ما زالت البلد الوحيد الذي عانى من تجربة هجوم نووي استهدف مدنيين في التاريخ. نحن اليابانيين الوحيدين في التاريخ ضحايا الهجوم النووي خلال حرب، ولدينا مسؤولية تتمثل في جعل العالم خالي من الأسلحة النووية. وتأتي الذكرى في وقت تتخذ فيه حكومة آبي بعض الخطوات التاريخية بعيدا عن مسالمة اليابان بعد الحرب، من خلال تخفيف القيود على صادرات الأسلحة وإنهاء حظر يمنع الجيش من القتال في الخارج. يذكر أن القنبلة أسقطت على المدينة وأحدثت مزيجا من الأمواج الصادمة وأشعة حرارية وإشعاعات، وقدر عدد الضحايا في نهاية عام 1945 بنحو 140 ألفا من إجمالي 350 ألفا كانوا يعيشون هناك. وائل جمال، رويترز.